معنا عبر الهاتف من جنين محافظ جنين أكرم لرجوب. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا، لو تكرمت أن تطلعنا على تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجنين ومخيمها. يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية، ونترحم في البداية على أرواح شهدائنا الذين سقطوا في نابلس وكل فلسطين. نعم، مع صباح هذا اليوم، مع الساعات الأولى لفجر هذا اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية بأعداد كبيرة منطقة مدينة جنين ومخيم جنين، وكان هناك محاصرة لعدد من البيوت، وكان هناك النتيجة اعتقال ثلاثة أفراد داخل مخيم جنين، وأيضا كان هناك أعداد كبيرة من الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة والمخيم من أكثر من جهة، وكان هناك مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، وبعد ساعات انسحبت القوات الإسرائيلية مخلفة تاركة خلفها العدد من الإصابات، وهناك عدد من المعتقلين الذين اختادتهم القوات الإسرائيلية معا. هذا باختصار شديد الذي حصل فجر هذا اليوم في جنين. نعم، لا شك أنه هناك يعني إجراءات السلطة الفلسطينية يعني تسعى وتنوي اتخاذها خلال الفترة المقبلة تجاه هذا الاقتحام الإسرائيلي وغيره من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لجنين وغيرها من المناطق. تفاصيل هذا الأمر وردود الفعل الرسمية على كل هذا الأمر. يعني أولا، الاقتحامات الإسرائيلية أصبحت جزءا من المتوقع من الفلسطينيين، يعني جزء من السلوك المتوقع للإسرائيليين من قبل الفلسطينيين، فالشعب الفلسطيني أصبح يدرك تماما بأن هذه الاقتحامات مستمرة وأن هذا الصلف الإسرائيلي مستمر. وردود الفعل الشعب الفلسطيني بالتأكيد لن يرفع رأي بيضاء للاحتلال، وهذا أمر معروف تاريخيا، والاحتلال الإسرائيلي يدركه تماما. وردود الفعل الفلسطينية قد تتفاوت ما بين رد الفعل المحلي الذي يعبر عنه الشعب الفلسطيني من خلال مواجهات مباشرة مع الاحتلال وفي مواقع كثيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك ردود فعل قد يكون لها علاقة بالبعد الدولي والبعد العربي. وبالتأكيد الدبلوماسية الفلسطينية تعمل من أجل توفير الدعم للشعب الفلسطيني. نعم. وتوفير الإمكانيات. نعم، ولكن يعني الدعم والإمكانيات سيد أكرم، يعني عدد الاقتحامات التي حدثت لجنين ومخيمها من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدد مهول خلال الفترة الماضية، يعني لماذا كل هذه الاقتحامات المتكررة لجنين ولمخيماتها، وما دلالات هذا الموضوع؟ الأخير بقصد يعني لماذا تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الاقتحامات لجنين ومخيمها؟ يعني أولا، هي لديها قرار ولديها توجه كبير كسياسة لحكومة اليمين المتطرف، تهدف إلى تقويض أداء السلطة وتهدف إلى تقديم السلطة الفلسطينية كسلطة ضعيفة قادرة على أن تقدم خدمات وأن توفر الأمن لأبناء الشعب الفلسطيني. هذا هدف أساسي وهذا هدف معلن ليس سرا، حيث أكد بن كفير بعد انتخابه، قال بالحرف الواحد: أولوياتنا هي إسقاط هذه السلطة التعيسي. هذا ما قاله بالحرف. هم لا يريدوا جهة فلسطينية لديها مشروع وطني، لديها مشروع لإقامة الدولة، تريد أن تغذي أجسام أخرى ليس في اعتبارها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الجهة الوحيدة التي ترفع هذا المشروع وتعلنه علانية هي حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية. هذا يزعج الإسرائيليين ويزعج هذه الحكومة، وبالتالي هي لا تريد سلطة ولا تريد قيادة للشعب الفلسطيني، لديها قرارا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. شكرا جزيلا، كان معنا عبر الهاتف من جنين محافظ جنين أكرم لرجوب، شكرا جزيلا لك.